وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدي في أكرم الأمم، والآل والصحب والأزواج كلهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد ما في أنفاس الكون من نسم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب ربنا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم، وبوأنا الله وإياكم من الجنة منزلا. حيا الله الوجوه والأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تحيي الضمير وتقي الجمع من التكسير، ونسأله كما جمعنا وإياكم ها هنا أن يجمعنا وإياكم ها هناك أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان وأخواتها، أو كان وأخواتها، هي أفعال ناقصة ناسخة. ولماذا قلنا أخواتها وقلنا أخواتها؟ قلنا أخواتها إذا قدرنا أن الواو عاطفة فعطفناها على مبتدأ محذوف تقديره هذه كان وأخواتها، وإذا اعتبرنا أن الواو جارة فقلنا كان وأخواتها. ما معنى أفعال ناسخة؟ أفعال ناسخة يعني تدخل على الجملة الإسمية فتغير الخبر فتجعله منصوبا، وإلا الأصل في المبتدأ والخبر أن يكون مرفوعين. كان إذا دخلت المبتدأ يبقى على أصله والخبر يصبح منصوبا. إن وأخواتها العكس، تدخل على المبتدأ فتنصبه والخبر ترفعهم. ظن وأخواتها أو ظن وأخواتها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، هذا معنى ناسخة. يعني النسخ في اللغة معناه التغيير والتحويل. ولماذا قلنا أفعال ناقصة؟ قلنا أفعال ناقصة لأنها لا تستقل بفعلها أو باسمها، لا بد لها من خبر. كان وأخواتها أو كان وأخواتها 13، كان وأصبح وأمسى وأضحى وبات وما برح وما فتئ وما انفك وما دام وصار وليس، هذه كل كان وأخواته. طب وإيش علاقتنا اليوم حنا في جمعتنا نتكلم عن كان وأخواتها، وهو عبارة عن درس في علوم النحو ليس مكانه المنبر؟ قلنا لا، مكانه المنبر هنا، لأننا سنسافر بقلوبنا وجوارحنا لننظر كان وأخواتها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش مع كان وأخواتها؟
ولا سيما نحن نستفتح عاما جديدا هو عام 37 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل سنمسي في أيامه ونصبح كما كنا قبله؟ هل سنبيت على ما كنا قبله؟ هل سنزال وما نفتأ وما نبرح ما كنا قبله، أم أننا سنتغير؟ من هنا كان كلامنا عن كان وأخواته. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة من القوم كما عند الترمذي في كتاب الشمائل باب ما جاء في خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، لا يأخذ من لحيته، قال ابن أم: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لذلك هذه دعوة لنقف على شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، لا نخرج منها صغيرا ولا كبيرا. الله عز وجل يقول: أيها الفضلاء المباركون، في سورة آل عمران في الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يتركه كله أو يزيله كله في حج أو في عمرة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان يقول في الحديث الطويل حديث ابن عمر عند الطبراني: أن لك بكل شعرة تكفير سيئة وكتابة حسنة ورفع درجة. تجد بعض الناس في العمرة وفي الحج ما يأخذ من شعره شيء، هو مقص حاطه في جيبه ويأخذ من قرنها هنا ومن قرنها هنا. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مشى كأنما يتكفأ، كأنما ينحط في صبب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بعض الناس يتماوت ويظن ذلك من الديانة. كلا، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها رأت أناسا يتماوتون في مشيتهم فقالت: ما بال هؤلاء؟ قالوا: إنهم المتنسكون العابدون الخاشعون. قالت رضي الله عنها وأرضاها: لقد كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وكان أخشع الناس رضي الله عنه وأرضاه. سرت يوما مع أمير المؤمنين عمر الفاروق ذي القدر النبيل صاحب الدرة ثاني الراشدين من نصر الله به الدين الأمين، هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه فوق كعبيه، ما كان يسبل أبدا. مسك يوما حذيفة من عضلة ساقه فقال: يا حذيفة، إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، إلى ما تحت، إلى ما فوق الكعبين، وعند ابن عمر وما أسفل الكعبين من الإزار في النار، أما لك في أسوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الإزار من الكعبين في النار. رواه البخاري، دلالة على أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، ويزداد ذنباً وإثماً لمن جر ثوبه خيلاً. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاً. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي ليس فاحشاً ولا متفحشاً ولا سباباً ولا لعاناً ولا صخاباً بالأسواق عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ينبغي أيها الفضلاء الكرام، ونحن مقبلون على عتبة سنة جديدة ها هي قد بدأت، ينبغي لمن شغف بوسائل الكذب الاجتماعي ووسائل البدعة الاجتماعية
ووسائل النفاق الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي أن يتقي الله عز وجل فيما يبقي وفيما يذر وفيما يرسل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سيفنى كل كاتب ويبقى ما كتبت يداهم، فلا تكتبن شيئا يسوءك في القيامة أن تراهم. إذا كنت قبل هذه السنة مصرا مقرا على أن ترسل البدع فقد آن الأوان أخي الحبيب، آن الأوان أن ترسل السنة، آن الأوان أن ترسل الأحاديث الصحيحة، آن الأوان ألا ترسل القصص المكذوبة، آن الأوان أخي المبارك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آن الأوان وقد جاءنا النذير، قال ابن عباس في قوله تعالى وجاءكم النذير، قال الشيب آن الأوان بعد أن ضرب الشيب المفارق ألا نرسل مقاطع فيها نساء ولا فيها غناء، مهما كان الخبر أخي المبارك، ما فائدة الخبر إذا كان فيه معصية لله عز وجل؟ ما الفائدة؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لطيفاً مع الناس جميعاً، كما عند البخاري من حديث أنس يكن الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، صغير فطيم ما بلغ عمره سنتان، ما بلغ عمره سنتين يكنيه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، والواحد منا إلا ما رحم الله عز وجل ما زال يقول يا خال يا دب يا بربع عيون يا أصلع يا أقرع يا إلى آخره. والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا فحرم الغيبة، ويقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ينقص لك الدين، ينقص لك الإيمان، يملأ قلبك بالظلمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يستزيد في الدنيا من شيء إلا العلم، قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. تأمل القرآن 6236 آية، وتأمل السنة أكثر من 15,000 حديث بمجموع الطرق تصل إلى مئات الآلاف من الأحاديث، لا تجد النبي أنه استزاد من شيء من الدنيا ولا طلب لا مال ولا جاه. حتى لما جاءه أبو الوليد عتبة بن ربيعة في الحديث المرسل عند ابن إسحاق في السيرة فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالاً جمعنا لك حتى جعلناك أغنانا، وإن أردت نساءً زوجناك 10 من أجمل نساء العرب وأنسبهن، وإن أردت جاهاً وسلطاناً لم نبرم أمراً دونك. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهت المقالة، انتهت المسألة، أنا لا أريد كل ذلك، لا أريد كل ذلك أبداً، إنما أريد العلم، أستزيد من العلم. يقول الشافعي رحمه الله علمي معي أيما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم في البيت، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. علمي معي. نحن في وقت انتشر فيه الفكر الضال من التكفير والتفجير والأذية والضر، نحن أولى أن نتسلح بالعلم، والله عز وجل أوجبنا وندبنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله عز وجل استحب الجماعة من المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله عز وجل رفع منار العلماء فجعلهم أكثر الناس خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورفعهم في الدنيا والجنة، فقال ربنا عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فما ظنك بذلك؟
بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أهل القرآن في اللحد في غزوة بدر وأحد. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء له بالرجلين ليلحد في القبر الواحد، يقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن؟ يقولون فلان، قال فيقدمه في اللحد عليه الصلاة والسلام، بل هم المقدمون في جنات النعيم كما جاء ذلك عن سيد الأولين والآخرين. قال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن حافظه الذي يدخل الجنة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أنت ترى عجبا من الناس، ترى بعض الناس إذا كان في صالة من صلاة الجيم أو صالة من صلاة الرياضة أو كان في سوق أو كان في مكان لا ينفك أن تكون سماعات ولا يبرح أن تكون سماعات جواله في أذنه، ماذا يستمع وهو يمارس تلك الرياضة التي تحتاج إلى تركيز؟ يستمع للغناء. فلو أتى ملك الموت وأخذ روحك ماذا تقول له؟ أنتم من باب أولى أيها الفضلاء الكرماء، ولا نزكي على الله فاطر الأرض والسماء أحدا، أنتم أولى أن تكونوا من هؤلاء. لا تقول إن العلم يصعب علي، أنا أقول لك طبق كل يوم 10 دقائق جادة أو 5 دقائق جادة، 5 دقائق تحفظ فيها آيتين أو بيتين من أي منظومة، على مدار سنة تحفظ 720 آية أو 720 بيت، على مدار 5-6 سنوات تختم كتاب الله عز وجل كله. هذه صعبة؟ صعبة يا إخواني يا أحبابي. أقول لك أخي المبارك اجعل قدومك إلى بيت الله مع الأذان أو قبل الأذان أو بعده وقت يسير، وتوضأ وأحسن الوضوء في البيت أخي الحبيب الغالي، ثم اقدم إلى المسجد وصلي النافلة وانشغل بالقرآن. الجزء الواحد يأخذ 20 دقيقة في التلاوة أخي الحبيب الغالي، تستطيع لو كل يوم 20 دقيقة 20 دقيقة تختم القرآن في شهر مستريحا، ولو كنت من أهل البكور إلى المسجد تختم القرآن في 10 من غير مشقة ولا كأد ولا تعب. ثم نقول بعد ذلك إننا لا نجد وقتا، أعلمتم لماذا كانوا أخواتها؟ فما حال بقية أخواتها؟ هذا ما يكون اختصارا في الجزء الثاني من الخطبة، واستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهاشمي القرشي المطلبي العدنان وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم المآل. كان وأخواتها تتصرف، يتصرف بعضها ماضيا مضارعا أمرا، كان يكون كن، أمسى يمسي، أمسي بات يبيت بت، أصبح يصبح أصبح، وهكذا. ومنها ما لا يكون منه إلا ماضيا ومضارعا، كل أفعال ما فتئ ما برح من فك إنما تكون ماضيا ومضارعا. ومنها ما يكون جامدا لا يتصرف كليس وصار، هذه أقسامها الثلاثة لا رابع لها. أما أنت ما الذي ينبغي لك مع كان؟ ينبغي أن تكون متصرفا ولا تكن أبدا جامدا، وينبغي أن تكون كاملاً لا تكن أبداً ناقصاً. ترى ما يقول البارع في كامر ليس له مضارع، هذا الذي ينبغي أن يكون. وينبغي أن نكون مرفوعين دوماً لا مخفوضين، وينبغي أن نكون منصوبين دوماً لا مجرورين، وينبغي أن تكون علامات إعرابنا ظاهرة لا مستترة ولا محذوفة ولا مقدرة، وينبغي أن تكون ضمائرنا ظاهرة حية لا ينبغي أن تكون مستترة أبدا. هكذا لمن يريد أن يعيش سنة جديدة، سنة مليئة بالدين، مليئة بالخير، مليئة بالبركة. يقول أحد طلبة العلم، يقول كنت مشغولا بما يسمى التخطيط الاستراتيجي، كل ما جاءت سنة وأنا أخطط استراتيجيا، وما من كتاب في التخطيط الاستراتيجي إلا واشتريتهم، حتى أصبح شراء كتب التخطيط الاستراتيجي من مضيعة الوقت عندي.
قال: فقلت في نفسي: يا هذا، لماذا لا تكتب خطتك، خطة العام الآن، حنا لسه بادئين. ابدأ يا أخي اليوم، ارجع البيت بعد لقائنا هذا الماتع مع فضيلتكم، واكتب الخطة التي تريد أن تنجزها في عام 1436، واجعلها في مكان بارز عندك في البيت أو في مفكرة الجوال، بحيث تعطيك تنبيهاً كل شهر. المواعيد المهمة نجعل لها تنبيه، وأعظم شيء أن تنبه له طريقك، وأعظم شيء تنبه له هو الطريق إلى الله عز وجل، الطريق إلى الجنة. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. فتكتب خطط من 3-4 عناصر: أريد أختم القرآن، أريد أشترك في التحفيظ في المسجد، أريد أبدأ في حفظ السنة، أريد أن أنجز في أمر دراستي، عندي تأخر في مادة الرياضيات، في الإنجليزي، في الماثيماتكس، أي مادة. تكتب هذه الخطة وتجعلها صوب عينيك، وفي كل شهر أو في كل أسبوعين تعطيك تنبيها لكي تراجع أنجزت أم لم تنجز. وهكذا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. بهذه الصورة أنت تستطيع أن تنجز. نكمل الآن كان وأخواتها. أمسى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أمسى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل بيته كما صح من حديث ابن عباس قال: أصلى الغليم؟ أهم شيء إذا دخلت البيت تسأل عن صلاة أولادك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أصلى الغليم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمسى بأبي هو وأمي صلى الله عليهم وآله وصحبه وسلم يقسم وقته في بيته، فيجعل وقتا لنسائه، فتجلس إليه عائشة في حديث طويل يسمى بحديث أم زرع، رواه البخاري ومسلم، وهو موجود في كتب السنة وغيرها. جلست 11 امرأة فتعهدن وتعقد: إن زوجك في البيت أخي الحبيب تحتاج منك إلى وقت لكي تستمع إليها، إن لم تستمع إليها أنت استمع إليها الفساق، عافانا الله وإياك. وإن الزوجة أقول لها، كان إذا جن المساء على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام انشغلن بالصلاة وانشغلن بالاستغفار، كما كانت تفعل حفصة وتفعل أم سلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين، تقوم الواحدة منهن بآية كما فعلت عائشة وأسماء: إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وتبكي. هذا هو البيت الماتع، هذا هو البيت المتميز، هذا هو البيت الرائع. أيها الموفقون الفضلاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمسى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نام أول الليل وأوتر من أول الليل ومن وسط الليل، وانتهى وتره إلى السحر، وكان يقوم يصلي صلاة طويلة. يقول حذيفة: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فاستفتح البقرة، فقلت: يمضي عند 100، فمر عند 200، فمر، فاستفتح النساء وآل عمران 5 أجزاء في ركعة واحدة. كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك إذا أردت المكارم عليك بقيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناه عما في أيدي الناس. أعظم شيء في هذه الحياة أن تعمر ذلك الليل بالقيام، ليس على الواتس ولا على تويتر ولا على سناب شات ولا على كل هذا الكذب، أن تعمر الليل بين يدي ربك. يا راقد الليل مزهوا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. أنت لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من شباب يرجى طول عمرهم ونسجت أكفانهم وهو لا يدري. أنت ما تدري أتصبح أم لا تصبح. إذن عليك أن تعمر الليل أخي المبارك بالقيام،
قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أهل التفسير والتأويل والعلم: لما استخفوا عن أعين الناس بالقيام أخفى الله جزاءهم في يوم القيامة. وإذا قيل لك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، الله أخفى لهم هذا الجزاء، ما ظنك؟ ما ظنك إذا كان الله هو الذي يخفي ذلك الجزاء؟ قصة حقيقية: تزوج أحد الناس وتأخر الحمل على زوجته سنين عددا، فإذا به يقول: يا شيخ، زوجتي ما تحمل، فما الحل؟ قيل له: أين أنت من الاستغفار والصدقة وقيام الليل؟ قال: فذهب الرجل مخلصا يفعل ذلك. قال: ثم جاء بعد فترة من الزمن قال: أبشرك يا شيخ، رزقني الله بنتا. مرت سنوات ولم تحمل الزوجة، قال: نفسي في ولد ذكر. قيل له: أين أنت مما كنت سابقا؟ وزد عليه بصلة الأرحام والكلام الطيب وسقي الماء، أعظم الصدقة سقي الماء أيها الطيبون. قال: ما مرت أيام وفترات وشهور إلا وجاء قال: أبشرك، رزقت بولد وسميت كمن عمر، أنت تتعامل مع من يا أخي المبارك؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. من أحب أن يبارك له في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه. كل هذا الذي ذكرناه أدلة شرعية صحيحة على إعطاء البركة والخير. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وخرج من بيته نظر إلى السماء ثم قال بعدما يقرأ: إن في اختلاف الليل والنهار، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، إلى آخر الحديث. وهذه سنة منسية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أو إذا أمسى يقول: اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، في منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا جن المساء قال: اللهم ما أمسى بي من نعمة. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها في يومه فقد أدى شكر يومه. حديث صحيح. أين نحن من أذكار الصباح والمساء؟ وأذكار الصباح لها ابتداء ولها انتهاء، يبتدأ وقت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وينتهي عند أذان الظهر. أما أذكار المساء فلا اتفاق على ابتدائها ولا انتهائها، تبدأ أذكار المساء بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وتستمر بعد العشاء. ومنها ما يتعلق بالنوم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه. المهم لا تضيع الأذكار، خلها في سيارتك أخي الحبيب، خلها في جيبك في مخباتك، لا تتركها أبدا، وسيلة من وسائل الحفظ. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، قال: إذا قالها مرة أعتق ربعًا منه من النار، وإذا قالها مرتين أعتق شطره من النار، وإذا قالها ثلاثًا أعتق ثلاث أرباعه من النار، وإذا قالها أربعةً أعتق جسده كله من النار. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا يا إخواني؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بات يبيت على وضوء، يبيت طاهراً، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من بات متوضئاً طاهراً بات ملك في شعاره. أتدري ما معنى شعاره؟ ما معنى شعاره؟ أي بين جسده وملابسه الداخلية. الإنسان ما بين شعار ودثار، هذا الشعار وهذا الدثار، ما زاد فوق الملابس الداخلية يسمى الدثار. قال: يبيت ملك في شعاره، فإن تقلب الملك معه يقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله أكبر. وانت نايم الملك جالس ايش يدعو لك. قال: إن قام وتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله استجيب له. هذه بيتوتة النبي عليه الصلاة والسلام.
ما فتئ النبي وما برحه وما دام وما زال يذكر الله على جميع أحيانه. فلا تجعل حظك من الذكر صفرا أخي الحبيب، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما عند أهل السنن. والنبي كان قافلا في سفر فسمع أبا موسى الأشعري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال أتدري ما لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال كنز من كنوز الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول حين أصبح أو أمسي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولا يضرنك بأيهن بدأت، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه شذرات وعبرات في كان وأخواتها، أسأل الله عز وجل أن ننتفع بها وأن نعيد ترتيب أوراقنا. ثم لا أنسى أن أذكر أيها الفضلات أن عاشوراء تكون في يوم السبت وتاسوعاء تكون في يوم الجمعة، والسنة في صيامها حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله يوم ب360 يوما. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فإن أردت أن تصومه كله ما ثرب أحد عليك، وإن أردت أن تصومه جله فلا حرج عليك، وإن أردت أن تصوم منه اثنين وخميس وأيام بيض فجزاك الله خيرا، وإن أردت أن تصوم منه عاشوراء مفردة وإن وافقت يوم السبت، وإن وافقت يوم السبت فيجوز صيامها ولا شيء فيها. وقال بعض الفضلاء من أهل العلم رحمة الله على الجميع في أحاديث النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام نقول إنما ذلك لمن أفرده من غير ذوات الأسباب، أما إذا كان يوم السبت يوافق يوم عرفة أو يوافق يوم عاشوراء فلا بأس من صيامه ولا حرج البتة، حتى لا تقعدون تطرشون وترسلون عبر الواتس هذه الأقوال. أقول لكم اتقوا الله في أنفسكم، أقول لكم اتقوا الله في أنفسكم، إنما تريد أن تلزم نفسك به لا تلزم به غيرك، وله دليل صحيح يعمل به. أنت ما تبغى تصوم الله يوفقك، لكن لا تقعد تأذي الناس وتبدع الناس وتفسق الناس وتقول أنتم خلاف السنة، وقد تعبدوا الله عز وجل بقول معتبر وهو الذي عليه العمل إن شاء الله. لا تلزم نفسك ولا تلزم غيرك بملزوم نفسك، الله يوفقك، ماخذ قول عالم على العين والرأس ولا حرج أبدا، لكن ليس داعيا أبدا أنك تبدع الناس وأنك تفسق الناس وأنك تفسد عبادات الناس. أمسك عليك لسانك واتق الله فيك واتق الله في نفسك. أما مراتب صوم عاشوراء هي ثلاثة مراتب، اثنان دل عليهما الدليل وواحدة جاءت بالاجتهاد للحيطة والاحتياط في العبادة عبادة. المرتبة الأولى التاسع والعاشر والحادي عشر، يعني يوم الخميس يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، أو الثامن والتاسع والعاشر أنك صوم يوم قبله ويوم بعده، تسعة وعشرة وأحد عشر حتى تدرك اليوم بالضبط إذا كان هناك ثمة اختلاف فين في الرؤية، وهذا قلنا اجتهادك عملا بالنصوص والأدلة. وحديث يوم قبل ويوم بعد حديث ضعيف. أما المرتبة الثانية التي دل عليها حديث رواه الإمام مسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، حديث صحيح، يوم تسعة ويوم عشرة، يوم الجمعة ويوم السبت إن شاء الله. المرتبة الثالثة والأخيرة أن تفرد اليوم العاشر بالصيام لما صح عند مسلم من حديث أبي قتادة صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. أنت بالخيار اختر ما يناسبه، لا حرج ولا شيء عليك. يأتيني السؤال ويقول علي قضاء من رمضان نساء أو رجال، أو علي صيام لترك واجب أو صيام نذر، ينفع أجمع بالنية مع صيام عاشوراء؟ نقول لا، هذا واجب وهذه نافلة، والنافلة مع الواجب لا تجمع، الأصل للواجب لأنه أعلى من النافلة. عرفتم أيها المباركون الفضلاء؟ أسأل الله عز وجل يا أخواني أن يجمعنا وإياكم على طاعته وفي بره ومرضاته. وتنبيه لبعض الإخوة الفضلاء وفقهم الله الذين يأتون بسياراتهم في ممرات هذا المجمع المبارك، وفق الله أهله وجزاهم خيرا على ما يقومون ويقدمون. نقول ما ينبغي أن نسد على الناس طرقاتهم، وعلينا أن نبحث عن موقف لا يؤذي
أهل هذا المجمع ويؤذيهم في بيوتهم، فلربما يحتاج الناس إلى أن يخرجوا بسياراتهم لمريض أو لحاجة ضرورية. وختاما، الجمعة القادمة لست بين ظهرانيكم، وستضر عيني بعدم تكحيل مآقيكم، وأسأل الله يجمعني وإياكم الجمعة التي بعدها. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والتسليم. فقال في محكم التنزيل: في أي الذكر الحكيم مبتديا بنفسه، مثنيا بالملائكة المسبحة بقدسه، مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه، قائلا حكيما عليما: اللهم لك تصلون على النبي أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتام العشرة وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا من بحر جودك البركات، كفر عنا جميع السيئات، وفقنا لقول لا إله إلا الله عندنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، نجينا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه الأعوام أعوام خير وبر وبركة ونصرة لنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم عليك بالروس المعتدين الملاحدة الشيوعيين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، واجعل ما جمعوا وبالا عليهم يا قوي يا جبار يا متين. نلوذ بك ونلذ بيا ذا الجلال والإكرام أن تسقط طائراتهم، وأن تدمر معداتهم، وأن تهلكهم، وأن تجعلهم عبرة للمعتبرين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم عليك بمن يؤذي المسلمين تكفيرا وتفجيرا وقتلا من غير وجه حق، يا قوي يا جبار يا متين. اللهم انصر جنودنا البواسل، اللهم انصرهم في حدك الجنوبي وعلى جميع أطراف حدود هذا البلد المبارك إن شاء الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم سدد سهامهم ورميهم، اللهم انصرهم في البر والبحر والجو وعلى الثغور، واحفظهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وشمينهم وانفاقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم بحفظك وردهم بنصر وغنيمة يا رب العالمين، وضمر جراح جرحاهم، واحفظ برحمتك كلاءتهم، ورد بقوتك من كان منهم جريحا واشفه إنك على كل شيء قدير، وتقبل من لقيك منهم شهيدا إنك على كل شيء قدير، يا قوي يا جبار يا متين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وقلت قوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ألا تم الكلام، وربنا المحمود له المكارم والعلى، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمر وأورق عون. الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون.